السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم وصفة طلبت مني كثيرا، وهي من الوصفات المجربة والناجحة والسريعة لعلاج تشققات القدمين. يعني مهما كانت التشققات شديدة سوف تختفي إن شاء الله بهذه الوصفة في أسرع وقت بإذن الله. أيضا هذه الوصفة تعمل على ترطيب وتنعيم القدمين وتبييضهما. أيضا ممكن نستعمل هذه الوصفة لليدين، يعني تقريبا نفس الخطوات نستعملها لليدين، سنحصل على يدين بيضاء وناعمة ورطبة. نبدأ مباشرة في عمل هذه الوصفة، ولكن هذه الوصفة فيها مجموعة من الخطوات، هي بسيطة جدا ولكن ضروري أننا نتبعها، خاصة إذا كان هناك تشقق شديد في القدمين. نبدأ بالخطوة الأولى وهي مهمة جدا. نحتاج فيها إلى إناء كبير بهذا الشكل، بحيث نستطيع أننا نضع فيه القدمين أو اليدين، ونقوم بإضافة كمية من الماء الدافئ. الماء يكون دافئ فقط، لا يكون ساخن، لأن الماء الساخن يساعد كثيرا في تشقق وزيادة تشقق القدمين. نضيف بعض الأشياء أو المكونات. أول مكون نضيفه هو الليمون أو الحامض، نحتاج إلى نصف ليمونة، والنصف الآخر نحتفظ به في عمل المقشر الذي يأتي بعد هذا الحمام المائي. نعصر نضيف تقريبا عصير نصف ليمونة متوسطة إلى كمية من الماء الدافئ، ونضيف أيضا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الملح، ملح الطعام. نخلط ونمزج المكونات حتى يذوب الملح بالكامل بهذا الشكل، وبعدها نقوم بغمس اليدين أو القدمين في هذا الماء. نضع القدمين أو اليدين، أيضا تصلح قلت لليدين، في الماء لمدة تقريبا 10 دقائق، وإذا كان تشقق شديد جدا نضعها لمدة 15 دقيقة، وبعدها نقوم بتجفيف القدمين جيدا بمنشفة ناعمة، ونأتي إلى المرحلة الثانية تكون مباشرة بعد عمل هذا الحمام المائي. بالنسبة للمرحلة الثانية ستكون التقشير أو المقشر، وأيضا يعمل على تبييض وترطيب القدمين أو اليدين. تأتي الآن المرحلة الثانية وهي مرحلة المقشر. سنحتاج فيها إلى مجموعة من المكونات البسيطة. أول مكون وهو الأرز المطحون أو التمن المطحون أو الرز المطحون، نأخذ تقريبا مقدار ملعقتين أو 3 على حسب الكمية أو المنطقة التي سنستعملها. بالنسبة للأرز المطحون من الأحسن أننا نطحنه في البيت ويكون بهذا الشكل، يعني لا يكون ناعم 100%، يكون مثل حبيبات السكر فيه حتى يساعد في عملية التقشير. ثم نضيف له تقريبا ملعقة من عصير الليمون أو ملعقتين على حسب الكمية حتى يتشكل عندنا عجين مع المكونات الأخرى. ونحتاج أيضا إلى إضافة ملعقة من عسل النحل، من الأحسن إضافة هذا المكون، يساعد كثيرا. إذا لم يتوفر ممكن نستغني عنه، ولكن من الأحسن أننا نضيفه، يساعد كثيرا
في علاج التشققات، إذا كانت هناك التهابات أو فطريات سوف تختفي إن شاء الله. ثم نضيف نوع من الزيوت، إذا كان توفر عندنا زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الجليسيرين على حسب المتوفر في البيت. نضيف تقريبا مقدار ملعقتين من زيت الزيتون ونخلط حتى يتشكل عندنا خليط أو عجين بهذا الشكل. فقط لا تنسوا أحبائي تشجيعا لي فقط لايك وشير للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس ويستفيد. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بالاشتراك فيها، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. سنتحصل على خليط بهذا الشكل. طريقة الاستعمال بسيطة جدا، نأخذ كمية من هذا الخليط ونطبقها على منطقة القدمين بالكامل، يعني نوزع الخليط على كامل القدمين وعلى اليدين إذا أردنا استعمالها لليدين، ونأتي إلى عملية التقشير بسيطة جدا. إذا كان يعني تشققات خفيفة نقوم بتقشير المنطقة بهذا الشكل بالاستعانة باليدين، أما إذا كانت التشققات عميقة جدا ممكن أننا نستعين بقطعة الحجر الخاصة بتقشير القدمين ونقشر المنطقة الخشنة، نركز جيدا على المنطقة التي فيها خشونة بشكل كبير. نستمر في الحركات الدائرية بهذا الشكل حتى نتخلص على أو نتخلص من طبقة الجلد الميت، ثم نترك هذا الماسك على القدمين، ممكن أننا نغطيه ونتركه تقريبا ربع ساعة حتى 20 دقيقة، وإذا استطعنا مدة أطول نترك هذا الماسك على القدمين بهذا الشكل. كل ما تركناه مدة أطول كل ما كانت النتيجة أحسن. بعدها نقوم بغسل المنطقة جيدا وتأتي مرحلة الترطيب. بالنسبة للماسك والحمام المائي نستعمله تقريبا 3 أو 4 مرات في الأسبوع، ومن الأحسن كل هذه الخطوات نقوم بعملها في الليل حتى نستعمل بعدها المرطب وننام، وفي الصباح نقوم بغسل المرطب. قلت بالنسبة للماسك نستعمله 3 أو 4 مرات في الأسبوع، أما المرطب نحاول أننا نستعمله يوميا تقريبا خلال فترة قصيرة جدا، سنحصل على النتيجة المطلوبة إن شاء الله. سأقوم بالتكلم على المرطب بعد ما أغسل يدي. بالنسبة للمرطب يكون اختياري، ولكن سأقدم لكم أحسن الحلول. الحل الأول وهو زيت جوز الهند، نأخذ كمية من زيت جوز الهند ونقوم بتوزيعها على اليدين وعلى القدمين بالكامل بحركات دائرية بهذا الشكل، ونقوم بارتداء جوارب في الليل، وفي الصباح نقوم بغسل القدمين جيدا. هذا بالنسبة للاختيار الأول. الاختيار الثاني وهو الفازلين. أنا صراحة كنت أستعمل الفازلين والنتائج كانت رائعة جدا. ممكن أننا نأخذ كمية من الفازلين ونضيف لها كمية قليلة من النشا أو المايزينا أو دقيق الذرة كما يقال أو الكورن فلاور، نخلط الخليط مع بعض. من الأحسن نعمل كمية كبيرة ونحتفظ بها، ويوميا نستعمل المرطب سواء لليدين أو للقدمين. صدقوني النتيجة ستلاحظونها في فترة قصيرة جدا. ممكن أيضا نستعمل زيت الزيتون ولكن مفعوله يكون بطيء جدا. أنصح باستعمال الفازلين أو زيت جوز الهند أحسن. هذه هي وصفة اليوم، أتمنى
أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.